لاباس كيف دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم هول منشين اكثر فيديو كيعجبكم وبزاف منكم قلتوا لي عواطف عافاك ورينا خلاص شنو خديتي منشين وحتى انا كنبغي نشارك معكم دائما يعني اشنو خديت في اقرب فرصه لحق شي مرات كتدخلوا كتلقاوه ما كاينش في ستوك لهذا غير كتوصلني لا كوموند كنبغي ندير لكم الفيديو لهذا هذه المره تعطلت ولكن كنظن هادشي كلشي اللي غادي تشوفوه كاين في ستوك وصافي صحابتي عزاز دابا نوريكم لي زارتيكل اللي توصلت بهم. اول حاجه غادي نوريها لكم البنات هي هذا الصاك هذا اللي حمقني بزاف 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 وخديتو نيت على حسب هذا كوليكسيون جديده ديال دانيا شوب على هاد الزيوفه اللي كتعرفوا ديال الموسلين اللي كنبيع لهذا خديت هذا كيجي مناسب مع هذا قلت بعدا ملي بغيت ندير شي تنسيق نقدر نلبس كلشي بحال هكا كلشي قهوي مهم وديك الساعه ندير الزيب والصاك بهذا اللون هذا صراحه كيجي زوين تقدروا تهزوه مناسبات تقدروا تلبسوه لبسه يعني شي كسو شي لبسه هكا تكون شويه كلاس ولا مهم اللي يعجبكم وتقدروا يجيكم حتى مع الملابس يعني ولا الفساتين مع القباط نوطكاش زعما داكشي التقليدي. المهم الصاك كيجي بحال هكا كيجي غزال صراحه فيه السلسله ديالو واحد الدوغي زوين زعما ماشي شي حاجه خايبه جا فيه هنا بحال واحد جويب صغير واللي زوين فيه هو من الداخل ديالو شوفوا كيفاش داير جا بحال واحد الاحمر ملكي يعني واحد الحمامر زوين صراحه كاليت ديالو مزيانه وكما قلت لكم يليق لكم المناسبات ولا مشي لبسه بغيديروها كلاس كيجي الصراحه زوين وخديت نيت من عندهم هذا التريكو هذا اللي انا لابسه دابا هذا راه غادي تشوفوه دابا كامل كيفاش داير وهاد لي بوط هادو نوريكم هادشي كلشي لحقاش غنوريهم لكم ملبوسين هاد لي بوط البنات كيجيو بحال هكا كيجيو في الكاخه ديالهم الصاك حتى هو البنات كيجي في الفونده ديالو المهم لي بوط كيجيو في الكاخه ديالهم بحال ديما ديال شين خديت البنات من عندهم النمره 41 ولكن جاني شويه كبير نورمالمون تكون خديت 40 غتجيني هي هذيك وكيجيو فيهم هذا باش ما يجيوش زعما مطبجين واخا مديرينهم في الكاخه وكيجي كل واحد في الفونده ديالو صراحه كيجي لهم البلاج ديالهم زوين مقاد داكشي مصاوب زعما على حقو طريقو دابا نوريكم لي ديتاي ديال لي بوط كيفاش دايرين عن قرب لحقاش ما عرفتش شفتهم راني لبستهم كما كتشوفوا كيجيو لي ديتاي ديالو بحال هكا وكيجي فيهم هاد اللعيبات من هنايا كامل ومن اللور داير بحال هكا حمقني انا هاد الستيل هذا مش حال هذا وانا حاطه عيني عليهم وهاد المره خديتهم كما كتشوفوا كيجي هذا ديالهم هكا الاستيك ودابا غادي نخليكم كيفاش تشوفوا هاد اللبسه كيفاش نسقتها يعني هاد لي بوط وهاد التريكو هذا اللي خديت من عندهم والصاك كنتمنى يعجبكم هاد التنسيق هاد القميجه هادي اللي حتى هي راه لبستها وخديت فيها البنات الطايه اللي كما كتشوفوا كتجي بحال اسي طايه اسي خديت فيها الطايه اللي كيجي فيها داك التوب ديال الفيلبا ما عرفتش عرفتوه المهم سخونه زعما تليق لهاد الوقت هذا ولا الخريف غير واحد الحاجه جاتني واحد الصدفه بحال اللي بغات تطير لي هاد القطر دو البال البنات الصدايف من عندشين شي مرات كيجيو متقولين بحال دابا وحده جات متقوله وحده جات بحال اللي بغات تطير شويه لهذا نعاود لها الخياطه قبل ما توضر لهذا ردوا البال مزيان تشريو شي حاجه الا شفتوا الصدفه كتحرك من الاحسن عاودوا لها الخياطه باش ما تضرش لكم المهم السيت ديالها كيجي اوفر سايز هذه وخديتها بحال هكا وخديت لدانيا كسيوه هذه كتجي كسيوه واخا جاتها خديت ليها النمره 90 كان عليا ناخذ ليها 100 باش جا هي هذيك جاتها بحال اللي قلتو ما نعرف دابا نقيسها وتشوفوها كيفاش جاتها جاتها مزيره يعني بحال اللي قلتو تلبسها دابا صافي تلبسها غير شي شهر صافي ما تبقاش دي قدها لهذا هذيك سيوه وهذا ديالها باش نلبسها ليها مع ليبا وليبوط صراحه كتجي زوينه وانا لبس هذا القميج وندير شي حاجه ندير شي لوك يجي مشابه لهذا غنخليكم تشوفوهم كيفاش جاونا ملبوسين انا ودانيا ديما بلا ما نعاود لكم الهضره غتلقاوهم في لا باغدانفو يعني غنخلي لكم اللين ديالهم كاملين وغادي نخلي لكم واحد الكود برومو اللي هو ديال 15% حتى هو نخلي لكم وتبقاو تابليكيو هذا الكود برومو كنظن لك كيصلح غير الناس اللي عايشين في اسبانيا كنظن المهم نتوما شربوه ولا ما خدمش لكم كنتو خارج اسبانيا يعني راه يمكن كيخدم غير الناس اللي عايشين هنايا في اسبانيا ندوزو الحاجه الاخرى البنات اللي خديت هي هاد القميجه هذه اللي خارجين دابا لا مود هاد القطيفه خارجه في كلشي في السراول في القوامج في كلشي في كلشي في كلشي كتجي بحال هكا طويله حتى هي كيجي ستيل ديالها اوفر سايز كيجي في الصدايف ديالها بحال هكا
هذه بديت الال حتى هي وجاتني هي نو خديت فيها الاكس ال لحقاش انا بغيتها تجيني واسعه لانه هي كتجي مع الحزام ديالها تقدروا تعصبوا وانا فشيت كل حاجه فيها الحزام كنبغي تجيني شويه واسعه باش الا درت الحزام ما يبانش داكشي مزير لهذا نخليكم حتى هي تشوفوها كيفاش كتجي من البوزو كيف ما قلت لكم قاطيفه لا عندك مش حاجه ديال قاطيفه مخبيه في الماريوج بدو لانها ضاجه بزاف على الموضه في القوامج في السراول في كل شيء اللي خديت هو هاد هي هاد الشاكيطه هذه اللي كتجي بحال هكا هذه ما خديتهاش ليا البنات المهم كتجي بحال هكا ستيل ديالها ما نعرف واحد ستيل بحال شويه بحال دابا البنات اللي في المدرسه كيعجبهم هذا الستيل هذا ولا البنات واخا ماشي في المدرسه المهم اللي كيعجبو هذا الستيل وصافي بحال ستيل ديال الكوريا وداكشي المهم كيجيو هاد ديالها مخبوطين مزيان وكتجي من اللور فيها بحال الجيب جيب ماشي بحال الجيب جيب المهم انا غنلبسها وتشوفوها كيفاش كتجي من البوزه كما قلت لكم هذه ماشي ليا حقا بغيت نوريها لكم لا تكونوا مهتمين وصافي هادو هما لي ديتاي حتى هي الكاليتي ديالها مزيانه وحتى هي خليها لكم في لا باغدان فو هذه سي كخدينا فيها يمكن طايه هذه الاس البنات ولكن هي مع اصلا كتجي اوفر سايز الاس تجي هي هذيك تجي كبيره تجي بحال اللي قلتوا الام ولا الال ومن هنا غديرها بحال هكا وخليكم تشوفوا هذه كيفاش كتجي من البوزه كما قلت لكم اللي كتجي تاهي في الكاخه ديالها بحال هكا كتجي في الفونده ديالها بحال هكا او هي هذه انا عجبتني هذه السبر ديال البنات جاتني بحال اللي كان من زعما بحال اللي كتشبه ديال فانس كيف ما كتشوفوا انا كنت باغا ناخذ ديال فانس كحله ولا بالكرونه ومنين شفت هذه جابوها فشي لحقاش يلاه حطوها غير فاش دخلت نختار لقيتهم يلاه حطوها ونهزت هذه ضروري خصني ناخذها لانها نشوفها كيفاش دايره واش زوينه الكاليتي ديالها ولا لا هذه صراحه باقي ما لبستهاش يعني من ناحيه ملي كنقيس لاكم كنحس به كاليتي مزيانه القياس هي باقي كاع ما قيستها ولكن كنظن سي غتجي قدي لحقاش خديت الربعين كنظن غتجي قدي المهم دابا نشوف الا جات قدي راه غنقيسها ملي جات قدي راه نكتب لكم ما جاتش قدي هنايا وصافي وكيما قلت لكم حتى هي كتجي كل حاجه في الفونده ديالها والا جات قدي راه غادي تكونوا شفتوها كيفاش كتجي من البوصه حاجه اخرى البنات اللي خديت من عندهم هو هذا الكارطابل هذا لحقاش صراحه كنت محتاجه الكارطابل يكون شي حاجه تكون كبيره منها القرايه واخا دابا ما غنحتاجوش للقرايه مهم منها بحال هكا الا كنت مسافره شي بلاصه ولا كنت خارجه شي بلاصه انا ودانيا يعني كتحتاج راكم عارفين الدراري الصغار كيحتاجوا بزاف ديال الاحتياجات اللي زوين في هذا الكارطابل هو كما قلت لكم فيه الحجم كبير وفيه بلاصه البيسي هنايا بالنسبه للناس اللي كيبغيو الخدمه فيه بلاصه البيسي هنايا كما كتشوفوا فيها بحال واحد الكولشه هنايا يعني ما يوقع والو للبيسي وهنا من الداخل كما قلت لكم راه كبير راه دايره فيه حقاش كازا اليوم حتى الخدمه الصراحه تعاوني دابا مثلا فاش كتكون عندي لا كوموند وهذا شي مرات كيخصني نهز شي حاجه في الكارطابل ونهز شي حاجه في يدي بالنسبه ليا الكارطابل صراحه مريح وهذا هزيته اليوم صراحه مريح جدا 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 لانه عنده هذا بحال كاين هنايا البونج ما كتحسوش براسكم هازين شي حاجه الصراحه وصافي كاين الجيب هنايا حتى هو كبير تقدروا ديروا فيه بزاف ديال الحاجات وفيه هنايا لوبسيون باش لبغيتوا تشارجيو التليفون ديالكم ولا ديروا الاس بي هنايا المهم تكفى يعني فيه بزاف ديال الحاجات الصراحه وصافي دابا غنخلي لكم في لا باغدان فول كنتو مهتمين به وكما كتشوفوا الجلد ديالو داير بحال هكا المهم غزال الصراحه عجبني حاجه اخرى نيت البنات اللي خديت ليا هو هذا السروال هذا اللي صراحه يمكن غادي يجيني واسع هذا باقي ما قيستوش لاني عييت من ناخذ السروال من شين وكيجيونا صغارين ما كيجيوش قدي وقلت هذه المره غادي ناخذ يمكن لا خديت 3 اكس ال يمكن لان عقلت خديت الطايه كبيره والصراحه يمكن غادي يجي كبير هذا المهم انا صراحه بغيت السروال ديال الجين يكون واسع وكما كتشوفوا جا فيه تقطع بزاف ما كنش ما عرفتش علاش ما رديتش البال المهم بالنسبه لهاد التقطع اللي تيبين غادي نديرو غادي نصاوبو باش ما يبقاش يبين وصافي ديك الساعه نشوف الا جا قدي من الفوق زعما عجبني انا حقاش بغيت واسع الا جاني ديك الوسعيه اللي بغيت وزعما جاني نقدر نلبسو صافي غندي عند الخياطه صابو لي غير واحد شويه من التحت وصافي لانه انا اصلا باغا كيما قلت لكم يجي واسع المهم انا غادي نقيسو نشوف ديك الساعه كيفاش جا واش جا واسع واش نقدر نصاوب بيه نصاوب ليه شي حل سينو صافي ما زعما ما يجيش قدي لانه كيبان لي غادي يجيني كبير بزاف ولا المهم تنقيسو غادي تشوفوه ودابا البنات غادي ندوز شنو خديت لراجلي كادو خديت ليه هاد السبر ديال هادي اللي هي كما قلت لكم هي كتجي بالكارطونه ديالها كتجي كل حاجه في الفونده ديالها وكيجي فيهم هاد البلاستيك صراحه هاد لي ديتاي كيديروا شين كيعجبوني علاش لانه مثلا السبرديله كتجي هذه هنايا
واخا هي اصلا كاينه في الكرتونه، لنفرض طبجات الكرتونه واخا صراحه ما عمرها وصلتني شي حاجه مطبجه، يعني ما غاديش تطبج السبرديله، يعني السبرديله تبقى شاده الفورمه ديالها. بالنسبه للسبرديله الكاليتي ديالها واعره، خديت الراجل كيلبس 39 كنخديت ليه 40 كنظن، سي كنظن اللي خديت ليه 40، سي خديت ليه 40 وكيلبس 39 وخديت ليه 40، جاتو هي هذيك يعني لاصقه، زدت ليه طاي وحده وصافي وخديت ليه هذه. صراحه عجبتني الستيل ديالها، كيشبه الكلمي وكيشبه واحد الاديداس نيت كانت عنده، وكانت صافي زعما خسرات وداكشي بغا يشري بحالها، ما بقيناش عاودنا لقينا بحال هاد الستيل نيت بالضبط وهاد اللون هذا، وانا ناخذها ليه. وصراحه زوينه لبساتها هو واحد اللبسه وعجباتو، قال لك جاتو زعما جاتو مريحه، وتا انا صراحه من المس كتقيسوها من هنا وداكشي كتحسوا بها الجوده ديالها زوينه. المهم الجوده ديال اسمحوا لي قلبتها، الجوده ديالها زوينه وكنصحكم بها. والحاجه اللي تخديت الراجل كادو هو هاد الشاكيطه هادي، قلت لها فاش شفتها في الستيل عجبتني، اللي عجبني فيها هو انها سخونه ما غاديش يجيه البرد، ما نخافش عليه من البرد. كيف كتشوفوا كتجي من داخل بحال هكا، فيها الجويب اللي كيديروا كاع الرجال هنايا، وكتجي من هنايا دايره بحال هكا. صراحه زوينه وسخيخنه القبطه، ولا درتي كتحسي بالسخونيه القبط، تقدروا تحيدوه وتقدروا تخليوه كيف ما كتشوفوا. ومن اللور شوف فيها ديتاي طيب بحال هكا، كتجي بحال مموجه، وفيها السنيسله هنايا، والصدايف ديال الطرطاقات من هنايا، والجيوبه صراحه زوينه. وكما قلت لكم سخونه، ما تخافوش على ازواجكم ولا خوتكم ولا ولادكم، لما شريتو هاد الجاكيطه ما تخافوش عليهم من البرد، صراحه سخونه من الكمايه ما كاينش فيها التوب، ولكن في القبو هنايا كاين هاد التوب، لهذا كنصحكم بهم. وكاين عاوتاني هاد لي ديطاي من هنايا بحال هكا، المهم زوينه. وتا هي خديت ليه طايه زايده، يمكن خديت ليه ال، يمكن لا معت الاكس ال، خديت ليه طايه زايده على اللي مولف كيلبس. اخر حاجه البنات خديت هي هاد الكسوه هادي، هادي البنات بالنسبه الا بغيتو شي مناسبه تكونوا غير فداركم بوحدكم ولا غير نسا بيناتكم، المهم كل واحد كيشنو كيعجبو. هادي كتجي كسوه بحال هكا، كيجي العنق ديالها مقبوط، كتجي من هنايا مبومبيا، غنشوف الا لقيت شي تصويره من عند شين غنحطها لكم، كتجي لاصقه هادي هانتوما كما كتشوفوا، انا راح نحط لكم شي تصويره هنايا من عند شين. وكاين عندهم الالوان البنات، انا خديت هادي فيها الاس لانه هادي ماشي ليا حتى هي، خديت الاس. وكيف ما قلت لكم صراحه في اللبسه كتجي طب 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 طب، تجي واعره واعره، وهذا اللون خصوصا هذا اللون حمقني انا صراحه، وفاش شفتها اصلا شديتها فيديو شفتها عجبتني بزاف 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 بزاف. هذا لك تبغيتو شي حاجه بحال هكا تكونوا في داركم وتلبسوا شي حاجه بحال هذا الستيل هذا، غتلقاوهم في شين وفيهم الكرونه الاخضر يمكن الاخضر ما عقلتش، المهم فيهم الالوان وصافي. دابا نخلي لكم شي تصويره هنايا تشوفوها كيفاش كتجي لابسه الموديل. وصافي البنات كنضل اوريتكم كلشي كاع اللي صغتي كلوصلوني من عند شين، كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى تكون عجبتكم شي حاجه اللي تقدروا تستافدوا منها وتاخذوها من عندهم. المهم كيف ما كتعرفوا كيف العاده كنشارك معكم رايي الصريح في كل حاجه، وكيما كتشوفوا انا اصلا زعما الحوايج ديال شين كنلبسهم اغلبيتهم، ودابا كنلبس غير من عند شين لانه الكاليتي ديالهم صراحه مزيانه. داكشي انا بعدا اللي كناخذ انا شخصيا، اللي كنختار انا شخصيا، لانه كنبقى نختار وكنقرد البال في الحساب كنرد البال توب، هذاك الشيء كيوصلني صراحه كيعجبني. لهذا قلت لكم شين ماشي خصك تلحق وتشري تديها على الصوره لابسه الموديلو، لا خصك تردي البال للطايا، تردي البال توب، تردي البال واش الناس اللي شراو حاطين تصاور تماك، واش متبع شي يوتيوبرز ولا انستغرامر كيشريو من عند شين لبسوا ديك الحاجه كيفاش كتجي في الواقع. انا عاده باش كنشري يعني كنقلب مزيان وكنقرا مزيان على هذيك القطعه اللي باغا نشري، عاده باش كنشريها. ولهذا الصراحه اغلبيه المرات كيوصلوني كلشي زعما داكشي اللي كنت كنتظر، يعني كاليتي مزيانه جوده مزيانه، والطايه هي هذيك كيف ما كتشوفوا، راني كنوريكم كلشي ديما انا ملبوس، وديما كنقول لكم خديت هاد الطايه كتوصلني داكشي نيت اللي انا بغيت. وصافي صحباتي العزاز، كنتمنى الفيديو ديال اليوم كان يعجبكم، كنتمنى يكون خفيف ظريف على قلبكم، ولا كنت عزيزه عليكم بصح 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 ما تنساوش ديروا لايك من القلب وزاد كبيره، وطلعوا لي براسكم حتى الفيديو ماجي ان شاء الله. باي باي عليكم.